الحلاقة وين ما تجي تشتغل، يعني مو مثل غير مهنة. أنا كانت عندي غير مهنة، يعني كانت أشتغل بيها بس بمحافظتي. أنا جيت لبغداد سكننا الدورة، كان أخوي هم حلاق، فصار لي واهس بالحلاقة يعني عن طريق أخوي وعن طريق أخوتي، هم اللي شجعوني على هاي الشغلة. إحنا شباب قصة واحدة الحمد لله، يعني تعلمنا إنه نطور أنفسنا، بدينا يعني فتحنا محل على حسابنا، ما خلينا لا أبي يفتح لنا محل ولا عمي يفتح لنا محل، إحنا فتحنا محلنا بدينا بتعبنا وإحنا طورنا أنفسنا وتميزنا بهذا الشيء.